عاشرا أدلة فيها إثبات أن الله هو الجدير بالدعاء وهو الحقيق أن يدعى، لأنه وحده الذي يملك إجابة الدعاء. تأمل قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بالله عليكم، تعلمون أحدا سوى الله ينطبق عليه هذا الوصف؟ أتعلمون أحدا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إذن كيف يدعى غيره سبحانه وتعالى؟ إذن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يجاب، هو الذي يستحق أن يدعى، لأنه هو الذي يقدر على الإجابة، وبالتالي فدعاء غيره لا فائدة منه لأنه لا يملك الإجابة، هو مملوك نفسه، هو بحاجة إلى أن يتولاه الله عز وجل، فكيف يجيبك وكيف يكشف عنك السوء؟ قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إني هو الله لا غيره، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الله عز وجل هو القريب من كل من دعاه، وهو القادر على الإجابة. إذن لما يروم بعض الناس أن يدعو غير الله؟ أيطلب من هو قريب مثل الله، مجيب مثل الله؟ أيوجد يا عباد الله؟ والله ما يوجد، هو الله وحده لا شريك له. تأملت يا رعاك الله، هذا نزر يسير من الأدلة التي جاءت في هذا الباب، وإلا لو تأملت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجدت مثلها وأضعافها. ولا أقول والله هذا مبالغة، تركت جملة من الأدلة سوى هذه رغبة في الاختصار. إذن عشرة كاملة وربما أكثر أيضا من الأنواع، كلها متضافرة على إثبات أن الدعاء حق لله